استراتيجية أبو ظبي لقطاع السياحة للسنوات الجاية تركز حول 3 نقاط. أسواقنا المستهدفة التي أطلقنا فيها الآن حملتنا التسويقية الجديدة، جدول الفعاليات الذي يتماشى مع متطلبات هذه الأسواق المستهدفة وجودة هذه الفعاليات وليس كميتها، والشيء الثالث هو منتجنا السياحي الذي فريد من نوعه، كان منتج ثقافي، منتج ترفيهي ومنتج كمان لسياحة الأعمال. العائلة اليوم العناصر التي تجتذبها لزيارة أبو ظبي هي عدة عناصر. عندك إذا أردت الترفيه، إذا أردت أن تزور جزيرة ياس، عندك فراري ثيم وورلد، عندك ياس ووتر وورلد، بالإضافة إلى وورنر براذرز ثيم بارك الذي سيفتتح في سنة 2018، وإن شاء الله بعد السنة الجاية عندنا اللوفر أبو ظبي سيفتتح في 2017. وأنا أردت السياحة الثقافية التاريخية، عندك البيئة التاريخية في العين ومن أهم عناصرها واحة العين، افتتحت السنة الماضية الأسبوع الماضي، منطقة تراث عالمي مدرجة على قائمة اليونسكو، يستطيع من خلالها السائح التعرف على بيئة تاريخية عمرها يقارب 4000 سنة. السوق السعودي من أهم الأسواق الإقليمية، عدد نزلاء الفنادق في 9 أشهر في هذه السنة من يناير إلى سبتمبر وصل إلى 120,000 نزيل فندقي، زيادة 6% عن السنة الماضية، وسنركز من خلال حملاتنا التسويقية في السعودية بالإضافة إلى زيادة المنتجات المناسبة على هذا السوق.